السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جميلة للطرز الإلكتروني. في الفيديو تاع اليوم راح نوري لكم كيفاش نكتبوا بالعربية باللوجيسيال ويلكم او دو. الحاجة الأولى اللي نوريها لكم هي كيفاش نرجعوا الكلافيي بالعربية، على خاطر باش نكتبوا بالعربية لازم يكون الكلافيي بالعربية. هنا كما راكم تشوفوا هنا عندي وين هنايا لي لونغ، عندي غير فرونسي و انجلي، هذا واش عندي. باش نكتبو بالعربية لازم يكون الكلافي بالعربية. هنا ندخلو نكليكيو بالبوتون دغوا و ندخلو في بارامتر، بعد يخرج لنا هاد الطابلو. ندخلو في اجوتي، هيا اجوتي، بعد يخرجونا هذا يخرجونا هذا الطابلو تاع لي لونغ. كما راكم تشوفوا كاين اونغلي، كاين شينوا، كاين بنغالي، كاين اسبانيول، كامل لي لونغ. هنا بيسك حبينا العربيه، ندخلو في تاع العربيه. ندخلو عرب، نا عرب الجيري كما كتشوفو، وانا هي لا سوري كتب عرب الجيري. نكليكو فيها دو فوا، بعد نكليكيو على كلافي، نزيدو نكليكيو على عرب دو فوا، من بعد نكليكيو على اوكي، من بعد نكليكيو على ابليكي. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا الفوقا عاود دخلت لنا العربيه، ولا عندنا اونغلي فرونسي وعربيه. هذه الخطوة الأولى اللي لازم نديروها باش يكون عندنا الكلافيه بالعربية. هكذا نقدروا نكتبوا بالعربية. أنا درت لكم هذه الخطوة الأولى على خاطرش أنا في الأول كي رحت نكتب كان الكلافيه ما فيش العربية، وحتى تعلمت نرجعوا بالعربية. على هذه درت لكم هذا الفيديو باش ما تحصلوش كيما حصلت انا الخطرة الاولى. باش نكتبوا بالعربية ندخلوا هنا كما تشوفوا مود غرافيك، هذه مود غرافيك، كليكيو فيها يخرج لنا هذا اللوجيسيال تاع الكتيبة. بعد ندخلوا هنايا في الحرف ا، هذا كليكيو فيه، بعد كي نجيو لهنا نكليكي ويخرج لنا هاد الخط تاع الكتابة. بعد بالكلافي نكتبو الكلمة اللي حبينا، الجملة اللي حبينا نكتب. سبحان الكلافي راهو اون فرونسي فرنسي. نروح قبل الكلافي نرجع بالعربية هنايا أعب، بعد نكتب سبحان الله و سبحان الله العظيم. شوفوا هنا كتب سبحان الله العظيم. دوكا عندنا هذه سبحان الله العظيم، عندنا دي شوا تاع اختيار تاع الخط، ما كاش بزاف كيما الفرنسي
ندخلو ناوي مكتوب اريال، هيا تشوفوا اريال ندخلو فيها وتشوفوا هنا كي نواسي على هذو الاختيارات هي تبدل الكتيبة. نعدن هذه اريال، هاي لك العربية تاعها الخط، هنا ما كاش تغيرات بزاف كيما هنا راكم تشوفوا، هنا تبدل شوية لارجيك، هنا راكم تشوفوا زين تبدل، هنا راكم تشوفوا زين تبدل شوية. هنا ثاني راكو تشوفو بدلت الكتيبة، هنا ثاني تبدلت، بالنسبة للعربية ما عدناش بزاف اختيار تاع الخطوط ماشي كيما الفرنسي. هنا ثاني تبدلت شوية، هنا ثاني تبدل شوية الخط، هنا ثاني تبدل
هادو هما لي شوا لي عندنا في الكتابة بالعربية. ما عندناش بزاف دي شوا باش واحد يكتب العربية بخط واحد اخر. كاين طريقة واحدة اخرى، خطة اخرى ان شاء الله ندير لكم فيديو كيفاش تكتبوه بالعربية بالخط اللي حبيته. دوكا بعد ما كتبنا وخيرنا الخط، ما راكو تشوفوا هذا هو الخط اللي خيرناه. الحاجه الاولى لازم سيليكسوني هذه الكتيبه، من بعد ندخل هنايا ديسبوزيسيون ندخل فيها، بعد هنايا ندخل في فورم هذه، بعد ندخل في سودر، من بعد ندخل في هذه راكو تشوفوا هنايا هذه معناتها ساتان، بعد ندخل في كونفرتير. هنا كي ندخلو في كونفرتير نولو الويلكوم او دو، وتخرج لنا الكتيبة على شكل غرزات كما كتشوفو. كاين وين الكتيبة تخرج مليحة وكاين وين تخرج ماشي مليحة، كيما هنايا دوكا الخط راهو مقبول، نقدرو نخدمو بفلاماشين هاد الكتيبة عادي تخرج لنا مليحة. وفي لي فيديو اللي جاي ان شاء الله حنوري لكم كيفاش نكتبوا بالعربيه بالخط اللي حبينا. كاين طريقه واحده اخرى ولا ما فهمتوش كتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.